السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من دروس تعليم الفوتوشوب. ودرس النهاردة هنتكلم إزاي تبيض الأسنان باستخدام الفوتوشوب، فيلا بينا. مبدئيا خلينا نشوف الفرق. دي الصورة اللي هنشتغل عليها، وده شكل الصورة قبل ما نعدلها، وده بعد ما اتعدلت. دي الصورة التانية اللي هنشتغل عليها، وده شكل الصورة قبل ما تتعدل، وده بعد ما تم التعديل عليها. فعملنا ده إزاي؟ يلا بينا نشوف. ودي الصورة اللي هنشتغل عليها النهاردة. زي ما قلنا، أول حاجة بعملها باجي على الباك جراوند وبدوس على اللوك بتاعها، فبفتح الباك جراوند عندي بحيث إن أنا أقدر أعدل عليها. تاني حاجة بتأكد إن أنا مختار كويك سيليكشن تول الموجودة عندي، بدوس عليها وبختار سايز الفرش المناسب عندي، وباجي بحدد الأسنان فبضغط وأسحب فبيتم تحديد جزء الأسنان اللي موجود عندي في الصورة. لو لاحظت هلاقي في هنا اماكن بين الاسنان انا مش محتاجها، فبقلل السايز بتاع الفرشة عندي، بدوس على الت من الكيبورد وابتدي ان انا اصغر او اشيل المناطق اللي انا مش محتاجها دي بالشكل ده. تمام، بعد ما خلصت وانا عامل السليكشن زي ما انا باجي بختار من تحت هنا وبختار هيو اند ساتوريشن، او ممكن اجيبها من هنا بضغطه واحده واجيب الهيو اند ساتوريشن. طبعا لون الاسنان انا عايز اتحكم فيه، ده اللي هو اللون الاصفر، وانا عايز احوله للون الابيض، فباجي من ماستر وبختار اليلوز اللي بتلاعب في درجه الالوان الصفراء الموجوده عندي في الصوره. باجي من ساتوريشن وبقللها لزيرو. لو لاحظت ان كده قبل كده بعد، لما بقللها لزيرو وبفتح الصورة شوية من خلال ان انا بعلي اللايتنس الموجودة عندي. فلو جينا بصينا كده شكل الصورة قبل، كده شكل الصورة بعد. طيب نبص على التطبيق التاني، دي الصورة التانية اللي موجودة عندي بنفس الطريقة، بدوس على القفل بفتح الصورة بحيث ان انا بقدر اتحكم او اعدل على الصورة. بختار كويك سيليكشن تول، بجيب سايز الفرشة المناسب عندي، وبعد كده باجي بحدد الأسنان بضغطة من الماوس وبفضل دايس، بعمل ألت من الكيبورد وأفضل دايس، أبتدي أشيل المناطق اللي أنا مش عايزها تظهر عندي في الصورة. في أماكن زي دي أنا برضو مش محتاجها اللي بين السنان دي، فبشيلها بنفس الطريقة. بتأكد إن أنا حددت كل الأسنان. تمام، انا كده تقريبا خلصت. فانا عامل السليكشن عندي، بختار قائمة هيو اند ساتوريشن من تحت من هنا او من فوق زي ما قلنا. في نفس الفكرة بختار اليلوز درجة الالوان الصفراء وبقللها للزيرو، ممكن على اللايتنس بتاعي شوية. فلو لاحظنا كده ده شكل الصورة قبل، ده شكل الصورة بعد. وده بكل بساطة ازاي تبيض الاسنان بسهولة جدا في الفوتوشوب. لو اتعلمت حاجة جديدة، لو عجبك درس النهاردة اعمل لايك، اعمل شير. لو عايز تشوف باقي الفيديوهات في سلسلة تعليم الفوتوشوب هتظهر لك دلوقتي قائمة البلاي ليست لو انت بتتفرج على اليوتيوب، او انزل تحت في الديسكريبشن تحت الفيديو وخش على القناة عشان تتابع كل الفيديوهات. اعمل اشتراك في القناة عشان تتابع كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها. واشوفك على خير في درس جديد. سلام.